سعلوك كان عمل مختلف في كل شيء، تقول ايه عن العمل ده وشفت ردود الافعال حواليه ازاي؟ سعلوك طبعا شخصيه كانت مختلفه، لانه بالنسبه لي انا يعني انه الفكره في انه كل شغل في ساعات بنتكلم على الانسان الخفيف والبسيط العادي اللي مش غلبان مش عارف ايه، وما بنبقاش متخيلين قد ايه هو جواه عالم كبير جدا من المشاعر ومن الخيال ومن الجدعنه والرجوله والمواقف. انما في الحقيقه ده وجهه نظر قاصره جدا. الناس دي هي اللي بالملايين، دي عماد الشعب بتاعنا، هي الناس دي اللي هي صناع الحياه. الحقيقه 2015 الدراما المصريه اكثر تالقا، الحقيقه يعني السنوات الماضيه كانت متالقه بس 2015 تحديدا اكثر تالقا، في رايك ايه السر في ده؟ انك تقصد ان 15 اكثر تالقا من اللي قبله ولا خفت؟ الاعمال اللي اتقدمت في 2015 كانت اكثر تالقا، يعني في تقدم في التكنيك في التصوير في الاخراج. ما هو بص، ما بتبقى يعني ممكن في سنه تتراكم الجهود فتدي لك الثمار في سنه معينه. احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي سنوات من الشغل الجاد في موضوع، خلينا مش بس في الدراما على فكره، في السينما كمان، انما وفي بعض برضو الحاجات الاعلاميه، في بعض الاشكال، في بعض الحاجات اللي بتقدمها الشباب حتى بره السوق، يعني في تجارب شغاله وفي جهد كبير بيتعمل في الدراما. احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي كام سنه من المنافسه القويه، قد ايه من الفلوس بتتحط في، لما تبص على توتال الانتاج مجمل، طبعا قد ايه فلوس بيتم استثمارها او بيتم ضخها. حتى في منتجين دلوقتي بقى اكتر من الاول في بيعملوا بعض المخاطرات اللي انا في رايي، يعني في اللي انا اشتغلت معاهم او شفتهم، انا شايف ان احنا واخدين الموضوع بجديه. الممثلين زمان مثلا انت كنت تسمع عن زمان قوي كان يقول لك الحياه الفنيه وكانوا بتاع، هات لي دلوقتي كده مجله او في مكان قول لي الفنانين مثلا بيسهروا فين، ها فاهم قصدي؟ هتلاقي ندره، هتلاقي ان الناس دي بتشتغل دلوقتي كلنا بنشتغل مكان، يعني فاهم؟ ما فيش زي زمان كان يقول لك في باب كده كانت تجيب وتبقى مجله لطيفه خفيفه كده يقول لك سهرات الفنانين وبتاع، فين؟ فين؟ مين يجمعوا في بيت احد النجوم وي... مفيش، بيبقى ثلاثات اربعات اتنينات مش عارف ايه، كله دلوقتي مهموم بشغله، كله دلوقتي مطحون فيه وحبه والحمد لله ناجحين بيه، فنحمد ربنا يا رب دايما. هل حضرتك من نوعيه الفنانين اللي بتعمل كشف حساب لنفسك كده في اخر السنه، قدمت ايه عملت ايه، ايه اللي تحب تقدمه في السنه اللي بعدها؟ ده لازم، ده شيء يعني، ده انت لو مش معاك ده ما بيبقاش معاك البوصله بتاعتك، هتمشي ازاي؟ الا اذا كنت هتمشي على انك انت طالما هي ايه، فاهم؟ ده لا اللهوي ده مش ده المؤشرات بقى اللي بتاخدها لانك انت على الطريق السليم. اول حاجه طبعا الجمهور، وده يعني مع احترامي طبعا لكل اراء النقاد وجوائزهم ولكل الجهات اللي بتكرمني وبتشرف جدا بتكرمها، انما الجمهور لانه ما بيبقاش له حسابات، يعني انت ممكن كناقد فني تقول انا بدور مثلا على طراز معين او انا بدور على الفنان اللي يحقق كذا، انما الفنان لا، للاسف الجمهور لا، الجمهور يا تاخد قلبه يا لا، فاهم ازاي؟ من النظره الاولى زي ما بنقول، يا يحب العمل يا يكره، زي الحب اللي بنظره الاولى اللي مش من الصالونات. او القرار هتاخده في 2016 يمكن حاجات على المستوى الشخصي، مثلا تعديلات في حياتي، تبطل حاجات، تلتزم بحاجات اكتر على المستوى الصحي والبدني، عادات مثلا، اظن هي دي اللي اكتر حاجه. عايزين نطمن على صحتك. كل الحمد لله وخفيت، وبشكر الناس جدا 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 على اهتمامهم، انا خفيت تماما، بتمنى لكل مريض بفيروس سي او بغيره الشفاء العاجل باذن الله.